TWNFM 91.2. قصص الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، نبدأ بالحديث عن قصص الأنبياء. إن الذي يتدبر القرآن الكريم يرى جانباً كبيراً من آياته وسوره قد اشتمل على قصص الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إضافة على قصص غيرهم من الأخيار ومن الأشرار. هذا أين نجده؟ كما نعلم أن القرآن اشتمل على آيات مما نزل بمكة وآيات وسور مما نزل بالمدينة. نرى هذا القصص، نراه بصورة أكثر تفصيلا في السور المكية التي كان نزولها قبل الهجرة. لماذا؟ لسائل أن يتساءل، نقول لقد اهتمت الآيات التي نزلت بمكة بإقامة الأدلة على وحدانية الله تعالى وعلى صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه، وعلى أن هذا القرآن هو من عند الله سبحانه وتعالى، وعلى أن البعث وما يترتب عليه من ثواب أو عقاب هو حق وصدق. هذه الأدلة ساقتها السور المكية، تارة عن طريق قصص هؤلاء الأنبياء العظام مع أقوامهم، وتارة عن غير تلك الطرق. مثلا نحن كيف ننظر إلى هذا الإله العظيم؟ ننظر من خلال ما ورد في قرآنه، ومن خلال النظر في ملكوت سماواته وأرضه، وفي خلقك أيها الإنسان، وفي خلق سائر هذه المخلوقات التي نجدها، سواء نجدها من خلال الأثر أو نجدها من خلال المشاهدة. أما هذه السور المدنية وهي التي نزلت بالمدينة المنورة والتي كان نزولها بعد هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهي في الأعم والأغلب اهتمت بماذا؟ بتفصيل أحكام الشريعة الإسلامية العملية التي تقوم بها أيها المسلم، خاصة بعد أن توطدت في نفسك أخي المؤمن هذه العقيدة وأصبحت راسخة لا تتزعزع كالجبال. فتحدث الله سبحانه وتعالى في السور المدنية عن العبادات، عن المعاملات، عن الحدود، عن هذه العلاقات الاجتماعية التي تربطني معك، تربطني بالأسرة، تربطني بالأصدقاء، تربطني بالبيئة، هذه التي تنظم العلاقات وشؤون الدولة الإسلامية، سواء كانت داخليا أو خارجيا. نحن نعلم أن الدولة لها علاقات داخل حدود الوطن وعلاقات خارج حدود الوطن. على سبيل المثال نأخذ أمثلتان والحديث ذو سجون. نحن نجد أن السور المكية اشتمل جانب كبير منها على القصص، قصص الأنبياء، قصص الصالحين. هذا نجده أين؟ نجده على سبيل المثال لا الحصر في سورة الأعراف، في سورة يونس، في سورة هود ويوسف والشعراء والقصص والصافات إلى آخر هذه السور. لماذا؟ لأننا عندما ننظر إلى القصة نجد أن لها أثرا عميقا في نفوس الناس، لما فيها من عنصرين: عنصر التشويق الذي يشدك إليها، تريد أن تعلم النتيجة، أن تعلم النهاية، أن تعلم المآل. ثم الجانب الهام جدا هو جانب الاعتبار والاتعاظ من هذا القصص. ولذلك من خلال هذا أصبحت هذه الآيات التي تتحدث عن قصص الأنبياء
من خلالها يدخل الهداة، يدخل المصلحون، يدخل القادة إلى قلوب الناس جميعا. إذن أحبتي في الله، إنما كان ذلك لكي يسلكوا الطريق القويم ويعتنقوا الفضائل ويجتنبوا الرذائل ويسلموا وجوههم لهذا الإله العظيم الواحد القهار. ومن هنا نجد أن ما ساقه القرآن من قصص يمتاز بسمو الغاية، لأنه لا بد أن يكون هناك هدف، أن يكون هناك غاية يريد أن يصل إليها رب العزة من خلال هذا القصص. تعالوا لنعيش مع أهدافه. نحن قلنا أن للقصص في القرآن أهداف سامية ومقاصد عالية وحكم متعددة. تعالوا لنعيش مع أهمها، لندرك عظمة هذا الإله العظيم الذي جاءنا بهذا الكم الهائل من القصص. أولا أحبتي في الله، نتأكد يقينا أن هؤلاء الرسل جميعا قد أرسلهم رب العزة سبحانه، لكن برسالة واحدة، وإن تعددت الأسماء لكن الرسالة واحدة في أصولها. ما هي؟ أتعلمون ما هي؟ إنما هي إخلاص العبادة لله الواحد القهار. وأداء العبادة لابد أن يكون مقترنا بتكاليف أوجبها الله علينا. لذلك وردت آيات كثيرة تدل على أن أول كلمة قالها كل رسول لقومه هي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه، وترك عبادة كل وثن أو إله مزيف غيره. تعالوا لنعيش مع هؤلاء الأنبياء. فهذا نوح عليه أفضل الصلاة والسلام يقول لقومه كما حكى القرآن الكريم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ترى أحبتي في الله، هل هود هو الذي قال ذلك أم هناك رسل كرام قالوا ذلك؟ حتى نعلم أنه وإن اختلف الأنبياء فالهدف واحد. تعالوا لنعيش مع هود عليه السلام يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكأن هذه المقولة بما أنها صدرت من إله واحد وإن تعددت على ألسنة أكثر من نبي لكن الهدف واحد. تعالوا لنرى ماذا قال صالح عليه السلام، قال لقومه أيضا: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا شعيب يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هي جملة كريمة، حكاية لما وجهها رب العزة لهؤلاء الأنبياء حيث توجهوا بها إلى أقوامهم، تتضمن إرشادات وتضمن هدايات. أحبتي في الله، أدركنا الوقت، وإلى أن ألتقي بكم إن كان لنا في العمر بقية غدا إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.